مرحبا، معكم محمد عيد صبان، 35 سنة، ولد كازا بالضبط حي سباشا، كيعيطوا لي المغربي. الهواية ديالي كانت الأمنية ديالي هي نخدم لا ليفريزون بالبيكالا. واحد النهار غادا نتبرع بالدم، تلاقيت صدفة شارم واحد ليفرو اون فاس مع مركز التحقن بالدم، اللي مشيت سويتو وعطاني الموقع وتسجلت فيه، وانا معاكم دابا ليفرو. ومن هنا القدام كنتمنى ان شاء الله نجمع شوية راس المال وندير المحل ديالي ديال باس ديال الفيرو ان شاء الله. العلاقة ديالي مع الساك علاقة وطيدة، حيت بحالو بحال بيكالا ما كيخطانيش، وكدوز معايا مرحلة صعيبة، واحد الفترة صعيبة في حياتي، واللي خديت قرار بانه غيدوز معايا تحدي ديال جبل توبقال، اعلى قمة في شمال افريقيا اللي كيتزاوج العلو ديال 4167 متر. والحمد لله وفقني الله وطلعت انا وياه، وبدا من تماك بدات حياة جديدة. حياة جديدة حيت انك مهما درتي هذاك التحدي واللي خديتي هو صعيب بالدرجة الأولى، ما عمر شي حاجة أي حاجة غتجيك ساهلة. الناس ملي شافوني كيتعجبوا كيقول لك واش كلوفو كيليفري حتى لهنايا حتى الجبل ديال توبقال، ونقول لهم راه عندي واحد ليفريز واحد بيتزا هنا جايب واحد الكليان.